مرحبا، كيفكم؟ فيديو اليوم رح يكون عن الحصول على بيت مارينات الجديد، وكمان رح نجرب الأثاث الجديد. فجايز قبل حابة أقولكم كل عام وانتم بخير، بتمنى لكم معك عيد مبارك، وإن شاء الله يكون عيد ممتع بالنسبة لكم إن شاء الله. أوكي، فطبعا جايز هذا هو بيت مارينات. طبعا كثير تصميمه حلو وجديد على لعبة بيكي إكس دي، فلك هو هيك مميز يعني. ففي طبعا 3 طوابق بنفس تقريبا تصميم بيت مارينات في لعبة في كرتون الدارسوقة، نفس التصميم تقريبا. فشو هاد هون كنت قاعدة عم جرب اشي فتقيقه كثير لانه اشي مو مهم. يا فيا في 3 طوابق، وفي طبعا غير هال3 طوابق في هيك الجهة مفتوحة من فوق، ففينا نقول 4. اوكي، طبعا جايز عنا تصميم البيت اللي كثير بجنن وكله حلو. طبعا هون بتذكر كان في مخبز او هيك شيء لابو ام مارينات، بتذكر هذا الشيء جايز. فا اوكي، بدي هلا افرجيكم الاساس. طبعا جايز الاساس تبع مارينات او البيت اللي هو اول شيء هذا التلفزيون بتصميم هيك حلو يعني مودرن هيك كثير حلو، وعندنا كمان هاد كله هلا رح نجربه. طبعا جايز هي اشياء المطبخ، فممكن احط المطبخ هنا للاسفل. اي دونت نو، بدي هيك يكون نفس التصميم تبع بيت مارينات حتى هيك بحيث انه مارينات يعني اما مارينات يعني. اوكي، شو كمان عندنا هاد، وعندنا كمان ال بدي اجرب كل شيء. شو هاد؟ اوكي، هاي سجادة عرفناها تمام. وعندنا كمان جايز هذا الشيء كمان، اتوقع هاي بتغسلوا فيها وهيك. هاي ثلاجة، اوكي فهمنا. وشو عندنا كمان؟ عندنا كمان هاد، كمان شو هاد بدنا نستكشف شو هاد. وكمان كنبة، واو انت اتملى المكان جايز. كنبة، عندنا 5 كنب يعني 5 كنبة 5 كنب 5 كنب. اوكي، وعندنا كمان كرسي. احلى شيء لما تشتروا هذا الاثاث او انكم بتفكروا انكم بتشتروا هذا البيت والاثاث، ممكن قطعه واحده يعني رح تربحوا في الحالتين، رح تكون قطعتين 5 واشياء زي هيك يعني ما رح تكون قطعه واحده. اوكي، عندنا اول شيء هاد. اوكي شو هاد؟ اوه حلو جايز، شوفوا هاي مثل لمبه. شو هاد؟ اوكي هاد طبعا مطبخ، وهاد مكتب لمارينات، مكتب مارينات يعني. هاد اوكي، هاد فرن معروف بيعطيكم بيتزا. وعندنا هاد بيعطيكم بوب كورن. وعندنا هاي، اوكي شو هاي؟ هاي ما بعرف، اتوقع هاي هيك تسريحة تبع مارينات، هاي تسريحة. وعندنا هاد الكرسي اللي كثير بجنن حلو، وعندنا اريكة كثير كبيرة وتصميمها بجنن، بالإضافة لهذا التخت الكثير سوفت، كثير سوفت جايز، شفت سوفت أكثر من هيك. وعندنا كمان أوه ماي جاد، وعندنا كمان ثلاجة. فكثير متحمسة أني أسس البيت بهذا الأثاث، وأفرجيكم طبعا النتيجة النهائية بالأثاث، وأفرجيكم بيت مارينات هيك تحول لمارينات، وأفرجيكم البيت. طبعا جايز معلومات عن هذا البيت لو حابين أنكم تشتروه، بتسع ل350 قطعة أثاث. فمثل ما قلت لكم كمان في 4 طوابق. هلا رح افرجيكم الطابق المخفي اللي هم ما لهم حاسبينه، اللي هو فوق، مو هون سوري، فوق كمان. شوفوا كيف حلو بجنن، واو واو ماي جاد. شو هاد يس، شو عم يصير؟ عم بيطلع، شو عم يصير؟ قبل شوي طلعت فوق، وات شو عم يصير هون؟ ليش ما بقدر اطلع هيك؟ عم اسقط. المهم جايز anyway بتروحوا من فوق، وشو هاد جايز مو مكتوب لي اطلع فوق. بتروحوا فوق هنا وبتدخلوا فوق هاي المربع. اوكي انا ما زبطت معي، بس بتدخلوا فوق هاي المربع وبتصيروا فوق. هلا رح افرجيكم صورة التقطها كمان لما طلعت فوق، بس ما بعرف ليش ما عم يزبط. بس برضو اذا ما زبط فيكم تتبعوا طريقة اخرى لحتى تصعدوا للاعلى، اللي هي الطريقة تبع القفز
للأعلى. هذا راح أفرجيكم إياها. صراحة البيت تصميمه كثير حلو، فلو حابين تشتروه صراحة بنصحكم إنك تشتري، كثير تصميمه حلو ومختلف عن أي بيت في لعبة ديكا إكزي، وتصميم فرنسي. أوكي راح أفرجيكم الطريقة الثانية حتى نطلع فوق ونشوف إطلالة أسطورية. شوفوا اللي هي من هنا، هذا هو المكان اللي قصدي عليه. حتى في بيت مارينات في هيك شيء، بتكون هيك مارينات حاطة سرير وهيك أشياء، وبتحط هيك أثاث وهيك. فا يا هاي البوابة اللي قصدي عليها. أو ماي جاد، هلا صرت قادر أوقف عليها، سبحان الله. أوكي شو هذا الموز. فالبيت طبعا مو محتاج كثير أشياء، يعني أنه في أوريدي أثاث، وفي كمان هيك أشياء عاملينها ثانية، فبس بيحتاج ترتيب يعني هيك للبيت.